بيقولك ايه، مرة اتنين صعايدة ماشيين في القاهرة بيتفرجوا على المحلات، لقوا محل مكتوب عليه البدلة ب10 جنيه، القميص ب4 جنيه، البنطلون ب5 جنيه. واحد منهم قال لصاحبه: يا بوي، ده احنا لو اشترينا الحاجات دي وبعناها هنكسب فلوس بالكوم. التاني قال له: تمام، بس لما ندخل المحل اوعك تتكلم، لا يعرفوا ان احنا صعايدة. راح صاحبه قال له: واحد افتح خشمي. دخل على صاحب المحل وقال له: انا عاوز اشتري 50 بدلة و100 بنطلون و500 قميص، وهبعت لك عربية نقل تحمل البضاعة. صاحب المحل قال له: انت منين من الصعيد يا بلدينا؟ قام الصعيدي سابه وراح غير هدومه وحلق شنبه ورجع له وقال له: مساء الخير، عايز اشتري 50 بدلة و100 بنطلون. الراجل قال له: ما قلتليش انت منين من الصعيد برضه. اتجنن الراجل، قام قلع هدومه ولابس لبس واحده منقبه ورجع ورفع صوته وقال له: السلام عليكم، من فضلك هي مش الاسعار المكتوبه بره دي بجد؟ قال له: اه. قال له: طب عايز اشتري 50 بدلة و100 بنطلون. صاحب المحل قال له: برضك مش هتقولي انت منين من الصعيد يا بلدينه؟ قال له: اباي، انت بتعرفني منين بس؟ الراجل قال له: عشان دي مغسله.